ممثلين بهذه الحكومة وأعلنوا هذا الشيء، وبالتالي أسقطوا صفة الاستقلالية عن الحكومة بمجرد أنه أعلنوا أنه عندهم وزراء جوا، وهددوا باستقالة هؤلاء الوزراء، وبعضهم عم بيفاوضوا بين بعضهم على التعيينات وبيفاوضوا مع بعضهم على القرارات. وهذا دليل أنه قرار الحكومة منه بالحكومة، قرار الحكومة هو خارج الحكومة. فأول مشكلة بهالحكومة هي تبعيتها لهذا الكارتيل السياسي. المشكلة الثانية أنه هل الفريق السياسي يلي بالحكومة مسيطر عليه فريق يلي هو حزب الله، بالتالي وصاية حزب الله على هذه الحكومة كمان بيفقد هذه الحكومة استقلاليتها وقدرتها أنه تقوم بيلي لازم ينعمل كرمالتها ننقذ لبنان من الواقع اللي هو فيه، بدءا بالعلاقات الدولية وبدءا بالدعم الدولي والعربي يلي هن شروط أساسية اليوم للخروج من الورطة يلي نحن موجودين فيها. والبرهان على ذلك أنه حتى بالخطة يلي انبعتت على IMF تحكي الحكومة عن أنه هالخطة كلها ما بتصلح إذا ما كان في دعم دولي مالي للبنان. وبيقولوا بالخطة بالمقدمة أنه بيتكلوا على أصدقاء لبنان. ما بعرف كم صديق بقلنا، ما بعرف كم صديق تركولنا، ما بعرف حكومة حزب الله قديش معقول يكون عندها أصدقاء بالعالم. إنما الشيء الأكيد أنه الدعم الدولي بالحجم المطلوب ما رح يجي بوجود وصاية حزب الله على هذه الحكومة، بالإضافة لعدم استقلاليتها وتبعيتها وارتداد هذا الشيء على مصداقية هذه الحكومة. لا بد من أن نذكر تناقضات هذه الحكومة، وهون التناقضات عم نشوفها خلال الفترة الماضية وبلشت تتراكم وتصير مزعجة. من جهة بدهم يعملوا إصلاح اقتصادي وبدهم يعيدوا هيكلة الاقتصاد اللبناني، وبنفس الوقت مش قادرين يعينوا نواب حاكم مصرف لبنان ولا قادرين يعينوا لجنة رقابة على المصارف. كيف بدكم تعملوا أنتوا إعادة هيكلة القطاع المصرفي إذا مش قادرين تعينوا أنتوا كل المسؤولين والموظفين يلي راح يكون لهم دور أساسي بهالإعادة الهيكلة؟ تاني شيء كابيتال كنترول، طرحتوه على جدول أعمال مجلس وزراء، قررتوا تسحبوه من جدول أعمال، رجعت لأنه حطيتوا أنه بدكم تكروا كابيتال كنترول بالخطة، ورجعتوا عم بتقولوا بالخطة أنه بدكم ترجعوا تسحبوه بال 2021 يعني سنة الجاي. هذا الشيء صراحة ما عم نفهم. إذا هذا الشيء ضروري ليه سحبتوه عن طاولة مجلس وزراء؟ وإذا هذا الشيء منه ضروري ليه حطيتوه بالخطة؟ إصلاح مش قادرين تعملوا تعيينات قضائية. كيف بدكم، كيف عم تحكوا بإصلاح قضائي ومكافحة فساد وتحرير القضاء من الوصاية السياسية إذا مش قادرين توافقوا على التشكيلات يلي قدمها القضاء اللبناني؟ كيف؟ أربعة، التهريب والتهرب. بعدنا عم نحكي عن التهريب وعم نحكي عن التهرب. صرتوا عاملين أربع اجتماعات للجنة الدفاع، وصرتوا عاملين ما بعرف كم اجتماع بمجلس وزراء بلجان وزارية وإلى آخره، وبعدها لهلأ الحدود في التالي مفتوحة، لأنه عم بيجي مين يحط لكم حدود لهذا الشيء، وعم بيقول لكم هذا الموضوع ممنوع تدقوا فيه. وسمعنا كلام السيد حسن نصر الله كان واضح مبارح شو مشكلة الحدود الفلتاني، وإذا ما صار في تحرير لإرادة هيدي السلطة السياسية في لبنان ما رح تقدر هالسلطة هيدي تقدر تضبط حدودها وتقدر تسيطر على المعابر تبعها. خامس تناقض، عم تحكوا عن إصلاح بيئي وتجميل البلد، ومبارح بتقروا توسيع المطامر البحرية ورفع متر ونص. بعطي هيك أمثلة سريعة
تنشوف هالتردد والتناقض وتأثير هالوصاية السياسية على أداء هذه الحكومة. تاني مرض بهذه الحكومة غير التبعية والتناقض والتردد هو انعدام الرؤية وسوء تقدير المرحلة. ما حدا بيبعت خطة رقمية وحسابية على IMF إذا منه عامل خطة اقتصادية اجتماعية شاملة بناء عليها بيبعت خطة حسابية IMF. مش منجي منقول نحن منبعت هالخطة الحسابية وبعدين منعمل الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، لا، تعمل الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، بتحدد الأهداف تبعك، بتجي بتقول خي أنا بدي أحمي الطبقة الوسطى بناء عليها، بدي أخذ تدابير تحمي الطبقة الوسطى بناء عليها، بعمل الخطة الرقمية تحقق هذا الهدف. مش بعمل خطة رقمية وبعدين بحدد الهدف، بحدد الهدف وبعدين بعمل خطة رقمية. هل الرؤية الاقتصادية اللي كان مفترض تنعمل قبل ما نعمل خطة حسابية ونبعتها على IMF كان مفترض أنه تصير بالتشارك وبالتواصل مع كل مكونات هذا المجتمع اللي بده يكونوا شركاء معكم بتطبيق هالشي هيدا. ما فينا نحن نعمل كل اللي نعمل بلا ما نستشير الاتحادات، بلا ما نستشير النقابات، بلا ما نستشير الهيئات الاقتصادية، التجار، الصناعيين، المحامين، لأنه عندهم هول الجماعة هن يلي بدهم ينهضوا باقتصادنا بعدين. بالتالي ما عملتوا شيء من كل هيدا، عملتوا خطة حسابية كيف بدنا نزمط من قصة الواقع النقدي والمالي من دون أخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الاجتماعية ومن دون ما ينعمل دراسات للأثر الاقتصادي والاجتماعي لكل هالتدابير الرقمية ولكل هالإجراءات يلي عم تخدوها بهيدي الخطة. بعدين بقلب فتنا بالخطة، هلأ ما رح فوت بأمور تقنية يمكن شغلة معقدة ونفوت بالأرقام وإلى آخره، مع العلم أنه درسناها وشفنا كتير اشياء منا كتير دقيقة نرجع نحكي عنها بعدين، بس في اشياء لفتتنا بهيدي الخطة رح احكي عنها سريعا. اول شيء بحسب كل الخبراء الاقتصاديين وكل الشباب الجداد يلي عم بيكون عندهم اراء جدا تقنية ودقيقة اللي عم نقريهم على السوشيال ميديا، ما في حدا اليوم عم بحكي عن النيردز يلي هن عم بيعملوا شغل رائع ووجه لهم تحية بالمناسبة، يلي هن هالشباب الجداد يلي عندهم همهم البلد وعم يجربوا قد ما فيهم يعطوا من كفاءاتهم بهيدي الفترة. ما في إمكانية وما في ولا بلد بالعالم قدر يرفع الكابيتال كنترول بعد سنة، هيدا الشيء خيالي اللي محطوط بالخطة. نرجع نحرر هيدا نحرر القيود بعد سنة بال2021، برأيكم أنتم بيكون ارتاح البلد وصار في سيولة كافية لنقدر نعمل هيدا الشيء؟ بفتكر هاي نقطة استفهام كتير كبيرة. بعدين في شغلة لفتتنا أنه بدهم يصغروا القطاع المصرفي وبدهم يقووا القطاع المصرفي ويصغروه، حاطين قيود كتير كبيرة، محملين القطاع المصرفي جزء كبير من المشكلة وعم بيطلبوا منه يعيد هيكلته وعم بيطلبوا منه أنه يرجع يضخ مصاري تيرجع يعمل إعادة رسملة حاله. بنفس الوقت عم بيعطوا 5 رخص جديدة لخمس مصارف جديدة. يعني احنا عم نجي نقول لهالبنوك عيدوا رسملة حالكم، دبروا استثمارات من برا، جيبوا هالمستثمرين من برا يحطوا مصاري بالمصارف اللبنانية لإنقاذ ما تبقى من القطاع المصرفي، وبنفس الوقت عم تعطوا 5 رخص جديدة تيجي بنوك جديدة ياخدوا محل القطاع المصرفي الحالي. هيدي كمان فيها كتير تناقض. إذا أنتوا مزبوط بدكم تنقذوا القطاع بتخلوا هالقطاع هيدا يستفيد من الاستثمارات الجديدة، مش تتركوه ينهار وبتفتحوا باب للفساد من أنه يجي بعض الشخصيات السياسية يعملوا هن بنوكة ويعملوا أرباح من خلالها. تالت شيء لفتنا الكهرباء.
ما في ولا أي رؤية للكهرباء، ولا في أي خطة، ولا في أي شيء محطوط على موضوع الكهرباء. الشيء الوحيد يلي نعمل بالخطة أنه رجعنا اعتمدنا على الخطط القديمة بأشخاص القديمة، وعم نرجع نعوم يلي فشلوا بإدارة هذا الملف من 30 سنة لحديث اليوم. كمان رابع شغلة لفتتنا الوظائف الوهمية. عم بتقولوا أنه بدكم تحدوا من عدد الوظائف الوهمية على المدى المتوسط. أول شيء ليه بدكم تحدوا وليش على المدى المتوسط؟ في وظائف وهمية هيدي غير شرعية وغير قانونية، وهي استنزاف للمالية العامة. ليه تدريجيا؟ ليش ما نحن نجي اليوم نعتبر أنه هيدي مخالفات للقانون بنحط حد لها نهائي وشامل؟ واليوم ليش بكرة؟ ليش على المدى المتوسط؟ هيدي إجراءات لازم تكون أسرع شيء، لأنه هي أكثر إجراءات واضحة وما عليها جدال، وما لازم يكون عليها جدال. هلأ ما رح فوت بأرقام يلي التقديرية للتضخم شو رح يكون سنة الجاي والسنة اللي بعدها، ما رح أحكي عن العجز الأولي يلي قدرتوه أنتو ما بعرف على أي أساس لسنة الجاي والسنة اللي بعدها. بس أنا برأيي كل الأرقام يلي محطوطة أرقام خيالية، وأنا أكيد أنه الدولة ما رح تقدر توصل لهذه الأرقام، بالأخص أنه مش أخدين بعين الاعتبار أزمة الكورونا وارتداداتها على الاقتصاد اللبناني. هيدا كله نقاط استفهام عم نحطها تنقول أنه لا، الأشياء كان لازم تصير بطريقة جدية أكثر. وبين أنه ببعض المحلات في تدخلات بالسياسة من أجل تحصين بعض المواقع، ومن أجل عدم المس ببعض المكتسبات وعدم إجراء بعض الإصلاحات. هلأ في أشياء منيحة بالخطة ما رح نفوت فيها. المشكلة الوحيدة تبع الأشياء المنيحة أنه صار لعشر سنين مطروحة، موجودة بباريس 5، موجودة بقانون سلسة الرتب والرواتب، موجودة ببعض الموازنات السابقة، ولا مرة طبقتوا شيء منها. وشو اللي بيقلنا؟ أنه نفس الناس يلي فشلوا بإجراء هذه الإصلاحات بالسابق رح ينجحوا أنه يعملوها بالمستقبل. بالتالي انطلاقا من هون نحن عنا مشكلة ثقة كتير كبيرة مع هيدي الحكومة ومع هيدي السلطة. بفتكر مشكلة الثقة هي أساسية. ما فينا نحن اليوم نعمل نظهر من الكارثة اللي نحن فيها إذا ما في ثقة دولية بهيدي السلطة، وما في ثقة داخلية بهيدي السلطة. فأساس كل شيء إذا بننهض بالاقتصاد أن يكون في ثقة. هيدي الثقة مفقودة من وراء كل هالأشياء يلي عم نسمعها. الشق الثاني من الكارتيل، الشق الثاني من الكارتيل يلي منه موجود بالسلطة اليوم. عم نسمع كتير تبادل تهم، مؤتمرات صحفية، كل يوم عنا مؤتمر صحفي. عم بيقولوا في فساد بالكهرباء، مزبوط، معهم حق. عم بيقولوا في فساد بالفيول، مزبوط، معهم حق. عم بيقولوا في فساد بالقضاء، مزبوط، معهم حق. عم بيقولوا في فساد بالمرفأ، مزبوط، معهم حق. في فساد بالمطار، بأوجيرو، بالاتصالات، بالنافعة، مزبوط، معهم حق. عم بيقولوا الحدود فلتانه، مزبوط، معهم حق. السؤال الأكبر، هلأ اكتشفتون هون؟ هلأ؟ من ست أشهر هول كلهم ما كنتوا عارفينهم؟ ما كنتوا عارفين أنه في تهريب على الحدود من ست أشهر قبل الثورة؟ من سنة وقتها كنتوا قاعدين كلكم مع بعض وكان كل شيء تمام، كان بلد بألف خير. ما كانوا كلهم هون؟ وين كانوا كلهم هون؟ وين كانوا مؤتمراتكم الصحفية؟ وليه ما كنا عم نشوف صورة وجهكم؟ كنتوا معتبرين البلد خلاص مش حاله. هاي عم بحكي من سنة، مش عم بحكي من عشر سنين. ما كنتوا عملتوا تسوية مع بعضكم وهللتوا وشربتوا شامبان وعملتوا حالة حب بالبلد، حالة حب. وين كانوا كلهم؟ هلأ صرتوا حاملين صرنهم بالعرض؟ وقتا نحن كنا عم نفتح ملف البواخر قاعدين كلكم بالحكومة صف واحد، وقتا أنا فضحت قصة البواخر، طلع دوت الرئيس حريري سألكم حدا سامع بهذه الفضيحة؟ ولا واحد منكم قدر يفتح تمه.
وين كنتوا؟ هلا فقتوا؟ نحضر المؤتمرات صحفية مثل واحد عم بيحضر سوبرانو، ما بعرف إذا حاضرين سوبرانو هيدي سريع على التلفزيون عن المافيات كيف بيصفوا حساباتهم مع بعضهم، بس هذا الفضل كله للثورة، فضل كله للثورة إنه حطتكم بوضع إرباك، وأنا مبسوط إنه كملوا، بليز كملوا تفضلوا يلا كل يوم مؤتمر صحيح هيك منكمل ملفاتنا عن كل واحد لأنه كله بيفضح كله ونحن عم نعبي بهالملفات، كملوا شغلة منيحة. وقتها كنا عم نقدم طعون مجلس بمجلس الدستوري من ورا كل هول اللي عم تحكوا عنهم، وين كنتوا؟ ليه ما مضيتوا معنا؟ وقتها كنا عم نروح على القضاء بموضوع الزبالة والبواخر والكهرباء، وين كنتوا؟ وقتها قدمنا لجان تحقيق نيابية بالمجلس كنتوا عم تستهتروا انه ليك هول عايشين بغير دنيا، نحن اللي بنفهم سياسة نركب طرابيش ومنكذب على الناس احسن ومنظبط اوضاعنا احسن. بدي اتوجه للشعب اللبناني تقول له هيدا الكارتيل حطتنا بعلبة مسكرة، جزء عم بيحاول يتسلط، جزء عم بيحاول يرجع يعوم حاله بعد ما خرب البلد وعزلنا، والشعب اللبناني عم بيتعتر. هيدي الحلقة المفرغة يلي عايشين فيها وعم نبرم فيها، كل ما عم بيقطع الوقت كل ما بلدنا عم بيتدهور أكتر واقتصادنا عم بيتدهور أكتر. بدي أتوجه لكل اللبنانيين تقول لهم أنه إذا ما كسرنا هالعلبة وظهرنا منها كل الباقي ما له عازي. بدنا نكسر هالعلبة، بدنا نظهر بقى، بدنا نشوف ضوء، بدنا نشوف مستقبل أفضل. في طريقة واحدة تنكسر هالعلبة، ما في غيرها، ولا إذا حرقنا الATM رح نظهر من العلبة، ولا إذا رحنا صفينا حساباتنا مع صاحب هيدي المزرعة الدجاج وحطيناه بالحبس رح يمشي الحال، ولا إذا فلتنا القضاة والأجهزة الأمنية تيهدوا سعر الدولار رح يمشي الحال، لأنه أنا مش سامع أنه واحد بيقدر يحارب انهيار عملته بالقضاة وبالعسكر، هي بعد ما شفناها، وإلا يمكن كان بشار الأسد عنده أحلى عملة بالعالم. ما في ولا بلد بالعالم بيقدر يهدي العملة تبعه بهالطريقة، نحط الناس بالحبوسة، فيك تحط الناس بالحبوسة قد ما بدك، إذا ما زبطت اقتصادك وما فوت أموال جديدة على البلد وما شجعت الاستثمار وما رجعت حركت الاقتصاد عبثاً تشغله كل موظفين الدولة على كل هالأشياء هيدي. عم تعملوا مكافحة فساد عم تروحوا على الموظف وعلى المدير وعلى الشركات يلي هيك ملونة، يعني هول المتعهدين يلي كل واحد من السياسيين عنده حصة فيه، بالتالي ما حدا هيك عم يدافع عنه على الآخر. لك روحوا على الوزراء، مين عم يمضي؟ ما في ولا وزير بيتحاسب؟ الصفقات وين عم بتصير؟ على طاولة مين عم بتصير؟ على طاولة المدير العام؟ أو على طاولة الموظف؟ أو على المراقب؟ أو على طاولة الوزير؟ الصفقات والمشاريع الكبيرة والكوميسيونات الكبيرة وين عم بتصير؟ بس يفوت وزير على الحبس ساعتها بيمكن بلش نصدق. في طريقة وحدة تنخرج من هيدي العلبة المسكرة، وحدة هي انه نغير هيدي السلطة بانتخابات نيابية مبكرة، ما في غير طريقة. بدنا انتخابات، بدنا نكسر هاي العلبة. اليوم طلع احصاء ب
دولية للمعلومات عم بتقول أنه في 50% من الشعب اللبناني يلي سئلوا ما بقى رح يصوتوا لنفس الناس مرت الجاي. 50% من الأصوات يلي أخدوها هذا الكارتال ما رح يرجعوا يصوتوا لهم مرت الجاي. 50% ترجموها هاي بعدد نواب، هاي إذا بترجمها بعدد نواب يعني أكبر كتلة نيابية مرت الجاي مجلس نواب رح تكون كتلة متحررة من الكارتال السياسي، وهيدا يلي هن ما بدهم إياه، لأنه هيدا الشيء الوحيد يلي بيخلينا نكسر هاي العلبة ونحلم ببلد جديد، بلبنان جديد، بيخلينا نحلم أنه في ضوء. مشان هيك رح يعملوا كل شيء كرمال تيقنعوكم أنه الانتخابات ما رح تغير شيء، وأنه الانتخابات بهيدا القانون ما رح ترجع ترد نفس الناس، وأنه الانتخابات صعبة ورح يعرقلوها، وإذا ما قالوا مصلحة فيها ما رح يقبلوا يخلونا نعملها. كله هيدا تيهبطولنا من عزيمتنا ويشوهولنا الاتجاه تبعنا ويضيعولنا الأهداف تبعنا. بدنا نخلص من هيدا الكارتال ونبلش نحلم من خلال شباب جداد لبنانيين من كل الطوائف يلي كسروا الحواجز بين بعضهم، نرجع نحلم ببلد جديد يكون عنا كتلة من 30 40 50 نايب لبناني من كل الطوائف، من كل هالمجموعات والشباب الجديدة اللي موجودة، هالحركة التغييرية الكبيرة اللي انوجدت بعد الثورة يلي نحنا جزء منها، يرجع هول العالم يحطولنا بلدنا على السكة، يعملوا محاسبة مظبوط، يصيروا أكبر كتلة بالمجلس، لأنه رح يكونوا أكبر كتلة بالمجلس، وهيدا يلي هن ما بدهن إياه. بتقولوا لي إيه بس إذا مظبوط هيك رح تكون النتائج ما رح يخلونا نعملها. ليش نحن وقت نزلنا ب 17 تشرين خفنا أنه ما يخلونا نسقط الحكومة؟ حكومة كان كل الكارتال ممثل فيها كله من دون استثناء. بدكم تذكر مين كان فيه بالحكومة؟ كلهم من عدا الكتائب. هل هيدا الشيء منع الشعب اللبناني ينزل ويسقطها؟ وسقطت، ومن غصب عنهم سقطت. اليوم جايين نحن رح نخرج من قصة الكورونا، لازم نرجع كلنا سوا نتحمل مسؤوليتنا ونعرف انه ما عندنا شيء نخسره. يا اما بنفرض التغيير، نحن الشعب اللبناني بنفرض التغيير بشكل انه نرجع نحلم ببلد حلو، وهالجيل الجديد يلي تحرك يلي تحرر من القيود الطائفية ومن الحسابات الصغيرة، شباب طرابلس وشباب صور وشباب جل الدين وشباب البقاع يلي كانوا مع بعضهم ما عم بيفرقوا بين لبناني ولبناني، رجعوا يخلونا نحلم ببلد جديد. اليوم التحدي انه ما نستسلم، تحدي ما نخضع، تحدي ما نرجع نستهتر ونرجع هيك ننفس، هيدا هو التحدي، ونآمن بحالنا وبقدرتنا انه نكسرهم. لانه اذا ما كسرناهم وما كسرنا العلبة اللي حاطيننا فيها ما رح نقدر نرجع نحلم ببلد. بنكون علقانين بهالعلبة، هن عم بيتحكموا فينا، نحن عم نفقر وما عنا افق. هيني يا أما ثورة همجية مدمرة بتوصل البلد إلى مزيد من الكوارث يلي شيء ما بدنا إياه، يا أما انتخابات مبكرة. ما في بديل عن التغيير إلا هيدا الشيء. نحن من آمن بالتغيير المؤسسات الديمقراطية من خلال الانتخابات، وانطلاقا من هون بيصير فينا نبني لبنان جديد. هالمجلس النيابي الجديد إذا مظبوط تغيرت كل المعادلات السياسية بقلبه، هيدا رح يأثر على تشكيل الحكومات، رح يأثر على الانتخابات الرئاسية اللي لازم تصير فور انتهاء انتخابات نيابية، نرجع نفرز طبقة سياسية جديدة بالكامل، نحرر لبنان من وصاية الكارتال ومن وصاية حزب الله عليه، وبيصير فينا نرجع نحلم بناس تحط خطة، تحط رؤية، تحط مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، تقول خي الجيش اللبناني خط أحمر، الجيش اللبناني هو المؤتمن على سيادة لبنان، على حمايته، على ضبط حدوده، ما بيعود في 100 حجة تننشر الجيش على الحدود.
ما بيعود في 100 حجة تنفتح مظبوط ملفات قضائية من خلال قضاء مستقل مظبوط. نخلص بقى هالقانون السريري القضاء، نخلصه ونبلش نباشر بمحاسبة مظبوطة. عندنا القدرة نعملهم كلهم هون. هن يلي عم بيقنعونا انه ما عندنا القدرة، هن عم بيقنعونا انه نستسلم. ما لازم نستسلم، القدرة موجودة، بس يتركوا هالشعب اللبناني يظهر من بيته ويسقطهم كلهم بصندوق الاقتراع، بس ما بدنا منهم شيء تاني. وهيدا الشيء ما رح ناخده الا بالشارع، الا انه هيدي الثورة ترجع تنتفض عن جديد فور انتهاء الأزمة الصحية. بدنا ناس يكون عندها رؤية كيف بدنا نظبط القطاع التربوي. ما يقولوا لنا ايه تظبيط القطاع التربوي بده مصاري، مش مزبوط. بالامكانيات عم تنحط اليوم واقل منا، اذا عدنا النظر بالمحسوبيات والمصالح الصغيرة قادرين نرجع نقدم مدرسة رسمية مثل الخلق للناس تنعوض لهم عن الانخفاض بالقدرة الشرائية تبعهم. ايه اليوم الشعب اللبناني بده يضطر يعيش بمعاش اقل من ما كان عايش فيه، اذا الدولة ما عوضت له بمدرسة رسمية مرتبة تما يضطر يدفع قسط المدرسة الخاصة، ما امنت له مستشفيات رسمية مرتبة تما يضطر يروح على المستشفى الخاص، ما امنا له بديل عن المصاري اللي عم بيصرفها بلا طعمة مثل فاتورتين الكهرباء وثلاث فواتير كهرباء. إذا ما زبطنا له بيئة الحياة تبعه، نظفنا له الشط، نظفنا له الجبل، البيئة تيصير منه مضطر يسافر تيعيش ويك أند مثل الخلق. إيه هولي كلهم بينعملوا، ما بدهم شيء، بدهم بس إرادة، بدهم إرادة. حاطيكم مثل واحد، المدرسة الرسمية عنا اليوم بكل قضاء 10 مرات مدارس أكثر من الحاجة. 10 مدارس صغار فيهم عدد تلاميذ قليل، صيتهم بأكتريتهم منه هالصيت المنيح، والناس